بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي في الله، هكا تطرقنا للجزء الثاني اللي هو تاع كيف تخدم بيكاج في الكود. هذا نديرو فرضا جاي من ستلاصو هاد الضوء بالركهة، حبيت ترفد منه من دوش، عندك دوش في الجهة ديال منا، حاب دير مثلا نقولو حنا كوزينة، حاب دير أفارو، ولا دير سيفوسون، ولا حاجة، وش هو المطلوب؟ دروكا خاوتي تنويع البيكاج، تنويع البيكاج، بيكاج هذا راني مجربو وخادمو في 2011، والسيد مازال يعيش به إلى يومنا هذا، وساعة ساعة نروح ليه نبلكولي عندو، ومازال تستراسيو كيما راح، فهمت ماش كاش منو، لذلك هنا نحوسو نديرو نهزو كاطرافا من السونديس. كاين جماعة يعني سألوني قالوا لي كيفاه نخدمو الكاطرافا في السونديس. خويا انا راني في الخدمة، سيرتو الشبيبة، راني في الخدمة يا شبيبة، نعتلكم على تحوسو، عندي منا هكا ان شاء الله بإذن الله كي نكملو الفيدونج، حوايج الفيدونج، ونعتلكم الخبايا تاعو، كيما نقولو كيفاه تخدمو بالطريقة السليمة، نقزو الأمور تاع النحاس، ومن النحاس نقزو الأمور واحدة أخرى، نزيد نعتلكم حوايج واحدة أخرى. دروكا عندنا هذا حتخرج منو 45، أول حاجة دير الكيل تاعك كيما هاكا. هكذا كي تلقاه هكذا تسمى راه مسقم، هكذا تسمى مادام مسقم هكذا تقدر دورو كيما هكذا، تسمى تجيبو هك ولا هك، هكذا يكون توك شغل إيكراك يعني بيت باش، بكري يقولولو بيت باش، ما على باليش كيفاه، نسمع بيه كنت صغير هكذا نخدم عند واحد البلومبي يقول لي هذا يقولولو بيت باش، الله يحفظهم إن شاء الله مساكن علمونا، الله يعطيهم ما يتمنوا. شوف وكاين هذا دروكا تنبداو نسميو بسم الله. عندنا كيما نوهت الخطره اللي فاتت هذيك هذا لازم ننصح به الجماعه اللي حاب يدير بيكاج وجيه ساهل هذا فوالا، يدير حركه دورانيه على بالكريو اللي تراسي بها، يقبض اللاكس تاعو 45 فيبان، ومن بعد يقبض اللاكس قد ويخرج ها بنيميرو 64 بسم الله. نديرو حنا هكذا راه راكب ومعلق ويخدم فيه، شوف حاجة المليحة فيه أنه يجبد البلاستيكة ما يخليهاش تروح، هذا المنشار الماش هذا اللي هي. هكذا سما هكذا الثقبة رقم 64 يعني 64. بعد واش نديرو، نخدمو اللولب كيما شفناه في المرة الأولى، نعتلكم هنا كيفاه تخدموه إخوتي، ها هاذو نديرو جديد هكذا نسميو بسم الله، نخدمو طرف دائما سخانة متكونش تكون هكذا سيتو في فيدونج. هكذا هو يحكم كون كيما هكذا، حنا نجدو قراتلنا كيما هكذا، نبدو كيما هكذا نكب الماء برمانا الطريقة دي هكذا، نجيبو كود راه يحافظ على الديامتر تاعو كيما هكذا، لأنو كاين حوايج هادو يخرجو لازم نحافظو على الديامتر كيما هكا. كيما هكذا خدمنا لولب، حنا راسمين فيه هذي بقد ما يدخل يوسع ويدخل، المهم لا علينا. دوكا نعاود نشعلو الشاميمو، فوالا هكذا، بالك معنديش الارتكاز كنخدم. هي الأحسن أن يكون راكب خير باجي سهل.
هكذا قلنا بيكاج تاع ال، ومن بعد نشيلو نجم بسم الله دخل الله شويه برك من بعد سنتي ها كيما هكذا كاين كيما هكذا يهبط وكاين للعكس كيما هكذا وشي ها كيما هكذا وشي هذا باه قدرنا ننفعكم وتوكل في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.